منورة يا درية هانم. ميرسي. حتة واحدة ولا حتتين؟ حتة واحدة. أنا بقول حتتين، أصل السكر بتاع اليومين دول ما بيحليش. وبعدين قالت لك حتة واحدة. حاضر يا هانم. ميرسي قوي قوي. اتفضلي. شكرا. أي أوامر تاني يا هانم؟ روح اعمل اللي قلت لك عليه. حاضر يا هانم. انتوا ما عندكوش شغاله؟ انتي جننتي يا دودو. اجيب شغاله وسليمان في البيت. هو اللي بيساعدك في كل حاجه؟ جوزك على ما تعوديه هو حاول يعافر معايا في الاول، لكن على مين؟ معقول؟ ليه؟ هو المحروس جوزك ما بيساعدكيش في شغل البيت؟ لا. انتي بقى اللي صعبانه عليا قوي. انا بقى ربيت جوزي، ربيته من اول وجديد وبيساعدني في كل حاجه. الحقيقه انا مش قادره اصدق. انت مش شفتي بعينيكي؟ الراجل هو اللي لازم يستحمل التعب والشقة، مش الست. ايوه يتحمل الشقة والتعب بس بره البيت وجواه. وحياتك الست لازم تقعد معززه مكرمه، والراجل هو اللي يشقى ويتعب والست تقعد كده هاني. امال هو راجل بالاسم وخلاص؟ واذا كان مش قد الجواز ان شاء الله مع انه ياخد الجواز. والاستاذ سليمان ما بيعترضش على كده؟ يقدر، ولو حصل واعترض نص مره عنده البحر المالح يشرب منه. حلو. دريه ممكن تسمعيني؟ سمعتك كتير يا حسين ومفيش فايده. ما هو ما ينفعش كده يا دريه، ما احنا لازم نتكلم مع بعض، لازم نوصل لحل، ما ينفعش نفضل كده في ضيق وزعل على طول. وانا اللي بخلق الضيق وزعل ولا انت؟ يا دريه مش مهم انا انت، مش هو ده المهم. امال ايه المهم؟ المهم ان احنا لازم يبقى في بينا حوار، لازم تحترمي رايي. وانت ليه ما تحترمش رايي؟ لان رايك غلط. وليه ما يكونش رايك انت اللي غلط؟ لا انا كده مش هعرف اتكلم معاكي، انا كده هنتخانق مع بعض. من فضلك انا جايه تعبانه وعايزه انام. طب استني بس، استني، مش هنتصالح الاول؟ ليه مش هنتصالح؟ ولا هروق من ناحيتك الا لما تشيل من مخك فكره قعادي في البيت دي خالص. عن اذنك يا استاذ. يظهر بقى ان مفيش فايده، لازم انفذ الخطه مع سولي. صباح الخير يا برجيله. صباح النور يا فندم. مدام دوريه موجوده؟ دوريه؟ هو احنا عندنا حد موظف اسمه دوريه في الشركه؟ ايوه طبعا. طب سيادتك كده اخر مكتب على اليمين، بص عليها كده، احتمال تكون هي. شكرا. لا العفو يا فندم. على الله تكون هي بقى. ده الواد الصغير الاخر عايز جزمه، هيبقوا 9 جزم، وانا جزمه ومراتي جزمه. انا مش جايب جزم. نفسي اعرف ايه اللي واخدك مني اليومين دول. اهلا يا مدام عبد.
ما بلاش مدام عبله دي وخلي بوسات احمدي، احنا مش بقينا اصحاب ولا ايه؟ طبعا. مالك شكلك متضايق كده؟ شويه مشاكل. مشاكل ايه؟ قولي لي يمكن اقدر اساعدك. انت عارفه بقى الجواز ومشاكله. قطع الجواز يا اختي، الراجل من دول يتجوز الست وكانه اشتراها من سوق العبيد. فضفضي يا حبيبتي فضفضي. حياتي مع حسين بتمر بازمه، ارجو انها تعدي على خير. ازمه ايه كفالة الشر؟ حسين يا ستي عايزني اسيب الشغل واقعد له في البيت. الحال من بعض يا حبيبتي. انا كمان زغلول جوزي عايز يقعدني من الشغل، الود ود ويحطني جوه قفص ويقفل عليا بقفل مسوكر. كل رجاله كده يا حبيبتي. انانيه بعيد عنك. بس انا مش ممكن استسلم لانانيه حد. عندك حق، اوعي تستسلمي، ومهما يعملوا كلمتنا في الاخر هي اللي هتمشي. المهم عملت ايه في موضوعي؟ موضوع ايه؟ موضوع سيما، انت نسيتي ولا ايه؟ الحقيقه لسه شويه. لا يا حبيبتي، انا مش عايزه المشاكل تاخدك من الشغل، وبعدين انت عارفه ان دي فرصتي الوحيده ولازم استغل نجاحي في الاعلانات. عبله ممكن اتكلم معاكي بصراحه؟ يا ريت. بتهيألي هيبقى صعب انك تاخدي بطولات من انتاج ناس تانيين. وايه بقى الصعوبه في كده؟ انا عملت دراسه مؤقته في مجال السينما وطلعت بنتيجه اساسيه. ايه هي؟ المنتجين في الوقت الحالي صعب يغامروا بفلوسهم ويعملوا لك افلام من انتاجهم، خصوصا مع الازمه اللي موجوده في السينما. خلاص تاهت ولقيناها، زغلول جوزي هو اللي ينتج لي الفيلم، هو يبقى ابني على حجري واجري ادور عليه. بس في الحاله دي مش هضمن لك نجاح الفيلم. يا اختي ما تحطيش في بالك، وهو فيلم يصيب وفيلم يخيب، المهم ان انا اضمن النجاح واحط رجلي على اول السلم. وفي الحاله دي طالما بننتج بفلوسنا يبقى الاستاذ حسين هو اللي يخرج لي الفيلم. حسين؟ بس حسين مخرج اعلانات. وهي هتفرق السيما عن الاعلانات؟ وها احمد زي اسد احمد. وبعدين بقى بصراحه انا ما اقدرش اطمن على نفسي مع مخرج تاني. فتحيه انتي بس في الموضوع، وانا متاكده انه مش هيرفض. حلو. اسف يا مدام، بصراحه كده انا ما عنديش استعداد اني اخرج افلام سينما دلوقتي. ليه لا؟ لاني انا يوم ما انوي اخرج افلام مش هخرج افلام لعبله وزغلول فتح الباب. وفيها ايه؟ لا ده فيها كتير قوي. فيها ان الست عبله بتاعتك دي كفايه عليها قوي الاعلانات، لانها مش موهوبه موهبه حقيقيه، ده من ناحيه، ومن ناحيه تانيه دي انسانه مدعيه. ليه يا شيخ؟ ولما هي مش موهوبه بتعمل لها اعلانات ليه؟ لان الاعلانات حاجه والافلام حاجه تانيه، وبصراحه كده بقى انا مش مقتنع بيها لا في الاعلانات ولا في غيره. انت شخصيه متناقضه وانا مش قادره افهمك ابدا. للاسف ولا عمرك هتفهميني. على العموم انت حر، انا كنت بدور على مصلحتك وجايبه لك شغل. يا ستي كتر خيرك، محدش قالك ان انا صايع وعاطل وبدور على شغل. بكره زغلول فتح الباب بفلوسه يجيب لها اكبر مخرجين في البلد. عن اذنك يا استاذ. دريه استني شويه. افندم. دريه. نعم. دريه. نعم. احنا مش هنتصالح بقى. لا مش هنتصالح. يعني انت جايه مخصوص بس عشان الموضوع ده؟ ايوه، ويبقى الحال على ما هو عليه لغايه ما تغير طريقه تفكيرك المتخلفه دي. عن اذنك يا استاذ.